بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله معاكم النهاردة بإذن الله هنبدأ في بداية الفصل، في بداية الباب الثاني، الفصل الأول في الباب الثاني، معاكم الأستاذ محمد الباسل، فيزياء أولى ثانوي بإذن الله. الباب الثاني من الأبواب المهمة بالنسبة للترم الأول. طبعا احنا عارفين أصبح الفيزياء في الترم، أصبحت الفيزياء على الترمين، على الترم الأول والترم الثاني. فان شاء الله باذن الله معاكم في الترم الاول الباب الاول والباب الثاني، في الترم الثاني معاكم الباب الثالث والباب الرابع. ان شاء الله الباب الثاني هو باب كبير شويه عن الباب الاول، لكن هو اكثر اهميه من الباب الاول في بعض الفنيات كده البسيطه محتاجه من الطالب ان هو يكون مستعد بشكل كويس ومناسب ان هو يركز فيهم. هنلاقي بعض الافكار المسائل ممكن يبقى فيها درجه اعلى من الصعوبه من الباب الاول، ولكن في الاول وفي الاخر لو طالب مجتهد، طالب حريص على انه يجيب الدرجه النهائيه، ان شاء الله باذن الله مش هيبقى اي مشكله خالص. الباب كله بيتكلم عن الحركه والميكانيكا. الحركه والميكانيكا احنا عندنا في بشكل عام منهج سنه اولى ثانوي بيتكلم عن الميكانيكا، هنلاقي في الترم الاول والترم الثاني، تانية ثانوي هنلاقي الموضوعات مختلفة شوية، تالتة هنلاقي الموضوعات مختلفة شوية، لكن خلينا في سنة أولى ثانوي دلوقتي بنتكلم عن الحركة. الحركة بشكل عام هي عبارة عن نوعين، يا إما تكون حركة انتقالية يا إما تكون حركة دورية. حركة انتقالية بيحصل انتقال الجسم من نقطة البداية لنقطة النهاية. زي مثلا على سبيل المثال واحد شاط كورة مشيت في خط مستقيم. لما يشوف كورة مشي في خط مستقيم معناه إن بدأت من نقطة معينة هتنتهي عند نقطة تانية. فبقول عليها حركة انتقالية في خط مستقيم، ودي هندرسها إن شاء الله خلال الفصل. كمان في عندي حركة انتقالية بس على شكل منحنى، حركة انتقالية على شكل منحنى بنسميها حركة مقذوفات، برضه هندرسها تفصيليا إن شاء الله الفصل الثاني بإذن الله، درس برضه من الدروس المهمة. في عندنا حركة دورية بتكرر نفسها بصفة دورية مع الزمن، والحركة الدورية دي هندرسها إن شاء الله في الترم الثاني في الحركة الدائرية. حركة ليس لها نقطة بداية ولا نهاية، أو نقطة بدايتها تمثل نقطة نهايتها، يعني يفضل الجسم يدور في مسار مغلق دائما. زي مثلا على سبيل المثال حركة المروحة، مروحة تمثل لي حركة دورية أو حركة دائرية. دائرية نوع من أنواع الحركة الدورية. طيب خلينا بقى في الحركة في خط مستقيم. فأنا عندي أول حاجة عشان نفهم مفهوم الحركة بشكل عام، عندي مفهومين مهمين جدا، السرعة والعجلة. السرعة والعجلة جزئين مهمين جدا بالنسبة عشان نفهم كويس مفهوم الحركة بشكل عام. أول حاجة عندي السرعة، السرعة رمزها V. طبعا السرعة هنفهم دلوقتي السرعة كمية قياسية ولا السرعة كمية متجهة. بس في الأول تعالى نشوف القانون بتاع السرعة، بيقول إن الـ V بتساوي دلتا D على دلتا T. لها أكتر من تعريف. عايزين نتفق بشكل عام إن التعريفات بنستنتجها من القانون. ما تحاولش تحفظ حاجة كتير في الفيزياء، الفيزياء في مجملها لو قعدت تحفظها الموضوع سهل جدا إنك تحفظ. بس أسهل من إنك تنسى المعلومة. فحاول بقدر الإمكان إنك تستوعب المعلومة أو تفهمها، تفهمها وتستوعبها. فهمتها واستوعبتها هتكررها كذا مرة هتلاقيها اتحفظت لوحدها. فإحنا عايزين كده من البداية نتفق إن الفيزياء مش من المواد اللي هي تتحفظ. فأنا عندي السرعة دي أول حاجة، السرعة دلتا يعني تغير في الإزاحة ثم تغير في الزمن. يعني ممكن أقول إن السرعة هي التغير الحادث في الإزاحة بالنسبة للزمن. التغير الحادث في الإزاحة بالنسبة للزمن. أو ممكن أقول إيه بقى، خلي بالك لو لقيت دايماً دلتا على دلتا تي في القانون دي بنسميها المعدل الزمني للتغير. في مين؟ في الحاجة اللي جنبها. يعني عندي السرعة تساوي أو ممكن أعرفها هي المعدل الزمني للتغير في الإزاحة الحادثة للجسم. خلي بالك أنت خدت في إعدادي إن السرعة إزاء مسافة على زمن، هو التعبير ده مش دقيق شوية، فإحنا هنصلحه إن شاء الله بإذن الله، بنقول إن هي عبارة عن إزاحة على زمن. فعشان أعرف تعريف تاني مهم للسرعة، هقول السرعة هي التغير في الإزاحة على التغير في مين؟ في الزمن. طيب أكيد لها وحدة قياس، لأن إحنا اتفقنا إن الحاجة أو الكمية الفيزيائية دون وحدة قياس ليس لها معنى، ملهاش أي قيمة. لو قلت على سبيل المثال أنا رحت أشتري خمسة، الخمسة دول إيه؟ رحت اشتري تفاح خمسة ايه؟ 5 كيلو جرام ولا 5 جرام؟ لازم احدد واميز الكمية الفيزيائية، فلازم احط لها وحدة قياس. برضو وحدة القياس من الحاجات اللي بنستنتجها من القانون. استنتجها ازاي من القانون؟ ركز بقى معايا دي واحدة.
السرعة مسافة على زمن. أنا ممكن أقيس المسافة بالمتر وأقيس الزمن بالثانية، يبقى أكتب متر على الثانية. ممكن أقيس المسافة بالكيلومتر وأقيس الزمن بالساعة، ده على سبيل المثال. ممكن أقيس المسافة بالمتر وأقيس الزمن بالإيه؟ بالدقيقة. عندي حاجات كتير ممكن أقول كيلومتر لكل دقيقة، يعني ممكن أغير البسط أو أغير المقام. طبعا كلهم لازم أحولهم للوحدة الدولية زي ما أخدناها في الباب الأول، اللي هي متر لكل إيه؟ متر لكل ثانية. طبعا التحويل بينهم لازم تكون عارفه. يعني عشان أحول على سبيل المثال من وحدة الكيلومتر لكل ساعة لوحدة المتر لكل ثانية، فبحول البسط لوحده والمقام لوحده. فانا عشان احول من كيلومتر للمتر هضرب في 10 اس موجة ب3، تحويلة ثابتة خدتها قبل كده. والساعة، الساعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 60 هضربها في 60. يبقى انا عندي 60 في 60 تمثل لي الساعة. الرقم ده كله على بعضه هو عبارة عن 5 على 18. يعني ممكن عشان احول من كيلومتر لكل ساعة لمتر لكل ثانية اقدر على طول في 5 على 18. يعني مثلا لو قال لي سيارة بتتحرك بسرعة 100 كيلومتر لكل ساعة، احولها ازاي؟ ببساطة خالص، هتقول 100 هتروح ضربها في 5 على 18، هيطلع معاك 500 على 18 متر لكل ثانية. فالتحويلات دي برضو مهمة جدا لازم تكون عارفها. طب ازاي احول متر لكل دقيقة لمتر لكل ثانية؟ طبعا متر مش هتتحول، فانت هتحول تحت بتقسم على كام؟ يعني تحول دي لدي تضرب في 10 تضرب في 60، الدقيقة فيها 60 ثانية، او تقسم على 60 عشان تحول من دي تحولها للوحدة دي. يبقى احنا في البداية اهو السرعة ازاحة على زمن، لان خلي بالك معايا انا عندي السرعة اصلا هقسمها كذا نوع او هقسمها بكذا طريقة. نشوف مع بعض ازاي اقسم السرعة باكتر من نوع واكتر من طريقة. فعندي على سبيل المثال اول طريقة ممكن اقسم بيها السرعة، ممكن اقسمها لسرعة قياسية او بيقولوا عليها سرعة عددية وسرعة متجهة. فنعمل كده مع بعض، او نقسم مع بعض السرعة لسرعة قياسية، خلي بالك معايا، وفي عندي سرعة متجهة. خدنا تعريف الكمية القياسية، هي الكميات التي يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفة مين؟ المقدار فقط، مش محتاج اعرف حاجة الا المقدار. الكتلة، كتلة جسم 5 كيلو جرام، مش محتاج اعرف اي حاجة تاني. انا عرفت كل المعلومات اللي عايز اعرفها عن الكمية. لما اقول الساعة دلوقتي الساعة 5، خلاص أنا عرفت إن الساعة دلوقتي 5 مساء، 6 مساء، 7 مساء، فأنا مش محتاج أعرف أكتر من إيه؟ من المقدار. لكن في بعض الكميات محتاج أعرف المقدار مع الاتجاه. زي مثلا أقول عربية، سيارة تتحرك بسرعة 50 متر لكل ثانية، رايحة فين؟ رايحة القاهرة، رايحة اسكندرية، رايحة شرق، رايحة غرب، رايحة فوق، رايحة تحت. فلازم أحدد معاها مين؟ الاتجاه. يبقى الكمية المتجهة او هسميه بقى السرعة المتجهة لازم نكون عارف ايه؟ المقدار. حط جنب المقدار لازم الاتجاه، بدون الاتجاه تبقى الكمية ناقصة. يبقى انا عندي السرعة السرعة القياسية وعندي السرعة المتجهة. دي السبيد بيسموها سبيد اللي هي السرعة القياسية، والفيلوسيتي اللي هي السرعة المتجهة. ده بالنسبة لرمزينها. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ مقدار السرعة هو عبارة عن سرعة قياسية، مقدار السرعة نفسه هو عبارة عن سرعة قياسية. لكن لو خدت بقى السرعة والاتجاه، يعني المقدار والاتجاه، يبقى كمية متجهة. مثال، عداد العربية بيقرا لي كمية ايه؟ بيقرا كمية قياسية. يعني لما الاقي عداد العربية راكب في العربية بيقرا لي مثلا 100 كيلو متر لكل ساعة، الرقم اللي انا قريته بعينيا في عداد العربية ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقدار فقط. فبسميها سرعة قياسية، ليها طريقة معينة في الحساب. لكن السرعة بقى المتجهة، لا خلي بالك، السرعة المتجهة لما اقول العربية دي ماشية بسرعة كام، يبقى لازم اقول العربية ماشية بسرعة 100 كيلومتر لكل ساعة، خلي بالك معايا، شمالا مثلا، ماشية بسرعة 100 كيلومتر لكل ساعة شمالا، فانا عرفت المقدار حطيت معاها الاتجاه. خلاص كده يبقى اتفقنا سرعة قياسية وسرعة متجهة، ده فرق بين الاتنين. طب معلش فرق تاني،
قل السرعه القياسيه دي دائما قيمه موجبه، ما ينفعش تبقى سالبه ابدا. يبقى السرعه دي دائما قيمه ايه؟ موجبه. لكن السرعه المتجهه، خلي بالك معايا، السرعه المتجهه ممكن تكون قيمه موجبه وممكن تكون قيمه سالبه، ممكن تكون قيمه موجبه وممكن تكون قيمه سالبه. طبعا قيمة موجبة وقيمة سالبة. طب انا هحطها دايما موجبة ولا احطها دايما سالبة ولا امتى موجبة وسالبة؟ اختيارك للموجب والسالب ملوش اي معيار في السرعة. يعني يا استاذ لو عربية ماشية ناحية الشرق بسرعة 100، فقولي عندي القيمة دي موجبة. اذا العربية نفسها او اي عربية تانية اتحركت ناحية الغرب يبقى قيمتها سالبة. طب واحد كان قال لي يا مستر لا دي بتحرك ناحية الشمال، اقول لك قيمه موجبه مثلا، عايز تخليها سالبه سالبه مفيش مشكله خالص. طب الناحيه اللي عكسها قيمه ايه؟ سالبه. يعني اختيار الموجب والسالب مطلق الحريه فيه، بس خد بالك يبقى معاها عجله، يبقى الموضوع محتاج شويه تركيز. لكن بشكل عام قيمه موجبه هي الاساس، التحرك الاول دايما معتادين نخليه الموجب، التحرك الثاني اللي عكسه دايما هيبقى قيمه ايه؟ قيمه سالبه. يبقى احنا زي ما اتفقنا اهو، انا عندي كميه متجهه ممكن تبقى موجب وسالب، رحنا ناحيه اليمين تبقى موجب مثلا، رحت ناحيه الشمال عكسها تبقى سالب. طب لو كنت رحت الاول ناحيه الشمال كانت الشمال بقت موجب، ورجعت ناحيه اليمين يبقى اليمين عندي ايه؟ سالب. يبقى اختيار الموجب والسالب انا اللي بحدده بناء على اتجاه الحركه بعكس الكميه القياسيه اللي عندي اللي هي السرعه القياسيه، دائما قيمه ايه؟ قيمه موجبه. ازاي اقيس السرعه القياسيه وازاي اقيس السرعه المتجهه؟ قال لي السرعه القياسيه هي عباره عن المسافه هنقسمها على الزمن، مسافة هقسمها على الزمن. لكن السرعة المتجهة دي عبارة عن الإزاحة هقسمها على مين؟ على الزمن. إزاحة كمية متجهة على زمن كمية قياسية يدينا كمية متجهة. ناتج قسمة الإزاحة وهي كمية متجهة على الزمن وهو كمية قياسية هيدينا كمية إيه؟ كمية متجهة. لكن ناتج قسمة المسافة، خدناها قبل كده الكلام ده في الباب الأول، كمية قياسية على الزمن كمية قياسية هيطلع لي كمية قياسية. يطلع كمية قياسية. طب مثال كده سريع لو حبينا نبص ونشوف الجزئية دي أو نطبق عليها بشكل مباشر تحتها كده على طول. لو قال لي مثال، بيقول لي سيارة أو تحركت سيارة، ناخد المثال ده الأول كده نمشي مع الأمثلة برضو واحدة واحدة. في إحدى مسابقات الفروسية جرى حصان 400 متر شرقا خلال دقيقة، فأنا عندي حصان جرى 400 متر دي المسافة اللي قطعها شرقا لمدة إيه؟ قال لي لمدة دقيقة، حول الدقيقة لثواني على طول، طالب شاطر ومركز عارف إن الدقيقة فيها 60 ثانية، هضرب الواحد في 60 تبقى أنا عندي إيه؟ 400 خدها في قد إيه؟ خدها في 60 ثانية، كلام جميل. ثم تحرك ثم 800 متر جنوبا خلال دقيقتين، راح ماشي ناحية الجنوب بس المسافة اللي مشيها كام؟ 800 متر خلال قد ايه؟ قال لي خلال دقيقتين. يعني ايه دقيقتين؟ يعني 120 ثانية، تمام. ثم تحرك 400 متر غربا خلال 4 دقائق، مشي كده 400 متر بدأ من هنا وصل لهنا وصل لهنا وصل لهنا، خلاص كده؟ يبقى هقول له بقى مشي 400 متر تانية، خلي بالك خلال 4 دقائق، هقول له 4 في كام؟ في 60، 4 في 60 بكام؟ ب 240 ثانية، تمام كده؟ طيب، إيه بقى المطلوب عندي؟ احسب المسافة، أقول لي احسب على طول كده السرعة القياسية والسرعة المتجهة. طيب، ركز معايا بقى في المسألة دي عشان نعرف إمتى المقدارين يساووا بعض وإمتى ما يساووش بعض. في الأغلب ما بيساووش بعض، لكن برضه نبقى فاهمين مع بعض إمتى المقدارين يساووا بعض. أنا عندي هنا مسافة وزمن، مسافة وزمن، مسافة وزمن. مطلوب مني اجيب الاول السرعة، هكتب جنبها كده القياسية، لان انا عندي الاس والفي مش موضحة قوي في كتاب المدرسة، يبقى السرعة القياسية، وهكتب جنب التانية السرعة المتجهة. السرعة القياسية زي ما احنا عارفين هي عبارة عن المسافة المقطوعة الكلية هقسمها على الزمن الكلي. السرعة المتجهة عبارة عن الإزاحة اللي بيقطعها الجسم على الزمن الكلي. طيب تعال نشوف المسافة الكلية قطعها الجسم. المسافة الكلية هتساوي، اجمع بقى معايا، 400 متر زائد
800 متر زائد 400 متر، هجمع 400 زائد 800 زائد 400. الزمن اللي عندي 60 و 120 و 240، 60 زائد 120 زائد 240، هيطلع معايا الناتج في النهاية قيمة السرعة المتوسطة أو قيمة السرعة القياسية في الحالة دي تساوي 3.8 سريعا، 3.8 متر لكل ثانية، احسب على الحزب. طب تعال نشوف السرعة المتجهة. قال لي السرعة المتجهة الإزاحة على الزمن. خلي بالك عشان في طلبة بتغلط في الجزئية دي، بتركزش فيها. الإزاحة هي أقصر خط مستقيم بين البداية والنهاية، أدي البداية وأدي النهاية، هعمل أقصر خط مستقيم بين الاتنين. أقصر خط مستقيم بين الاتنين طوله قد إيه؟ ده مربع أو ده مستطيل، يبقى طوله عبارة عن طول الضلع اللي بيقابله. يعني لما أعمل الإزاحة هنا هقول 800 على، واحد يقول لي يا مستر خلي بالك الإزاحة اللي عملها دي عملها في 120 ثانية. الإزاحة دي عملها في كام؟ في 120 ثانية، فأروح كاتب هنا كام؟ 120 ثانية، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، أنك مش مركز. خلي بالك هو قطع الإزاحة دي في زمن قد إيه؟ في الزمن كله. إزاي يا مستر؟ ده 800 متر. ما أنت خلي بالك برضو، أنا في عندي 400 متر أهم قطعهم في 60 ثانية. هل ال 400 متر التانية قطعهم في 60 ثانية؟ لا، ده قطعهم في 240 ثانية، يعني مش نفس المسافة لأن مش نفس السرعة، يعني السرعة دي ما بتساويش السرعة اللي هنا. يعني لما أقسم، عشان بس أنا بحاول أفهمك، عشان لما أقسم بقسم الإزاحة الكلية على الزمن الكلي، هو عشان يتحرك من هنا لحد هنا يقطع إزاحة 800 متر، هيقطعها في مجموع الزمن اللي عندي، هيقطعها في 60 اجمع عليها 120 زائد 240. يعني هعمل الآتي، هقول له 60 زائد 120 زائد 240 هيساوي 1.9 متر لكل ثانية. خلي بالك إن قيمة السرعة القياسية لا تساوي قيمة السرعة المتجهة. ليه؟ لأن قيمة الإزاحة ما بتساويش قيمة مين؟ المسافة ما بتساويش الإزاحة. يبقى أنا ممكن أقول هنا إمتى مقدار السرعة المتجهة يساوي السرعة القياسية؟ إمتى مقدار السرعة المتجهة يساوي السرعة القياسية؟ قال لي لو كانت المسافة تساوي مين؟ الإزاحة. والمسافة تساوي الإزاحة إمتى؟ لو كان الجسم يتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت. مثال ده مهم جدا عشان اعرف اميز بين السرعه القياسيه والسرعه الايه؟ المتجهه. هقسم برضو السرعه مع بعض تقسيمه ثانيه لسرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه، دي خدتها قبل كده برضو في ثالثه اعدادي. انواع السرعه ثاني، هقسم انواع السرعه لسرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه. سرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه. السرعه المنتظمه السرعه التي يقطع فيها الجسم ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. عربيه ماشيه في طريق سريع سرعتها ثابته، عرفت ازاي؟ قست لقيتها بتقطع كل ثانيه 5 متر مثلا، فضعت لي في الثانيه الاولى 5 متر، طب والثانيه الثانيه 5 متر، والثالثه 5، والرابعه 5، وهكذا. يبقى السياره دي ماشيه بسرعه منتظمه. يبقى السرعه المنتظمه امتى؟ السرعه التي يتحرك بها الجسم ليقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. طب الغير منتظمه، عربيه ماشيه بس في طريق مزدحم شويه، طريق مش فاضي، فمره سرعتها بتزيد ومره سرعتها بتقل، فقطعت لي في الثانيه الاولى 5 متر، بس الثانيه الثانيه قطعت لي 10 متر سرعتها زادت، الثانيه الثالثه قطعت لي 3 متر. يبقى اصبح الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ غير منتظمه. يبقى السرعه الغير منتظمه هي السرعة التي يتحرك بها الجسم ليقطع إزاحات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو العكس ممكن تعكسها، المهم الاتنين مش متساويين. طب واحد يقول لي ينفع يا أستاذ أقول إزاحات غير متساوية في أزمنة غير متساوية؟ مش هينفع، لأن ممكن أقطع إزاحات غير متساوية في أزمنة غير متساوية يطلع السرعة منتظمة. هتقول لي إزاي يا مستر؟ هقول لك ركز معايا، أنا أفترض العربية قطعت 5 متر في ثانية، 5 متر اهي في اول ثانيه، وقطعت لي 10 متر في ثانيتين، وراحت قطعت لي 15 متر في 3 ثواني. هي كده بتقطع ازاحات غير متساويه في ازمنه غير متساويه، ومع ذلك تتحرك بسرعه منتظمه. ليه؟ لان قسمت 5 على 1
لو جبت الفرق ما بينهم هتلاقي في الاخر ان قيمه السرعه اللي عندي بتساوي 5 متر لكل ثانيه. يبقى ركز معايا، في المنتظمه يقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه، في الغير منتظمه لازم تعكس واحده من الاثنين، يا بتقول الازاحات غير متساويه والازمنه متساويه او العكس. ده بالنسبه للسرعه المنتظمه والغير منتظمه. ازاي اعمل تمثيل بياني للاثنين؟ تمثيل بياني مهم جدا، من الحاجات المهمه عندك في سنه اولى ثانوي، لان تبقى ثابته معاك في ثانيه وفي ثالثه. عندك مساله دايما في الامتحان خاصه في الثانويه العامه لازم في مساله على الرسم البياني. فانا يهمني اعمل تمثيل بياني للسرعه المنتظمه وتمثيل بياني للسرعه الغير منتظمه. نرسم محور راسي ومحور افقي، على الراسي الازاحه وعلى الافقي الزمن. هنعمل ايه؟ خط مستقيم يمر بنقطة الاصل. طيب بالنسبة للسرعة الغير منتظمة، قال لي السرعة الغير منتظمة هعمل برضو علاقة بين الازاحة والزمن، بس تاخد اي شكل، تاخد اي شكل، يعني ممكن تاخد لي الشكل ده مثلا على سبيل المثال. تمام؟ طلع عندي السرعة المنتظمة خط مستقيم بنقطة الاصل، السرعة الغير منتظمة اي شكل. اقربهم او اكتر حاجه ممكن ندرسها هي الشكل قدامنا كده على السبوره. طب ركز برضو معايا، هجيب هنا الميل. ما هو الميل؟ خدت انت الميل في الرياضه، جزء رياضي، فرق الصادات على فرق السينات. السلوب يساوي دلتا واي على دلتا اكس. فرق الصادات، الصادات عندك هنا اليمين اللي هي الازاحه، والسينات اليمين اللي هي الزمن. يعني اقول دلتا دي على دلتا تي اللي هي السرعه المنتظمه التي يتحرك بها الجسم. يبقى ميل الخط المستقيم والسرعه المنتظمه اللي حرك بها الجسم. طب بالنسبه لدي قال لي لا، دي سرعتها في كل لحظه مختلفه، عشان كده لما احب اجيب ما اقدرش اجيب سرعه واحده. احنا اتفقنا هي اصلا سرعه ايه؟ غير منتظمه، قيمتها مش ثابته، فانا هجيب السرعه كل لحظه. يعني كل لحظه هجيب الايه؟ السرعه. يعني مثلا في اللحظه دي اللي عندي مثلا الثانيه واحد في قيمه للسرعه. طب واحد يقول لي طب يا مستر ما هي اكيد عند الثانيه رقم 2 قيمه ثانيه للسرعه. اكيد. طب احسبها ازاي؟ قال لي ما اقدرش اقسم نقطه على نقطه، لان ده اصلا مش خط مستقيم بيمر نقطه الاصل. امال اعمل ايه بقى؟ قال لي هنعمل مماس لهذه النقطه. يعني هعمل خط مستقيم لا يمر الا بهذه النقطه. مماس الخط، مماس لمين؟ للمنحنى. فاعمل خط مستقيم زي ده كده، خط مستقيم يمر بالنقطة دي. طب وبعدين؟ هات الميل بتاعه. الميل هنا ميل المماس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن السرعة اللحظية، سرعة الجسم في لحظة معينة. ده نوع من انواع السرعة، سرعة لحظية. طب وهنا هيبقى في سرعة لحظية مختلفة. هات الميل، فرق الصادات على فرق السينات، يعني الرقمين اللي هنا اطرحهم من الرقمين اللي هنا. الرقم ده ناقص ده ناقص الرقم ده ناقص ده. قال لي برضه هتبقى السرعه اللحظيه، بس اكيد السرعه اللحظيه هتختلف كل لحظه. ليه؟ لان اتفقنا ان الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ بسرعه غير منتظمه. هيحصل تغير في الازاحه بالنسبه للزمن، ولكن التغير لو مش متساوي يبقى الزمن متساوي، العكس زي ما وضحناها من شويه. يبقى انا عندي ده الميل هو عباره عن السرعه اللحظيه. كلام جميل. تعال بقى ناخد فرق تاني او تقسيمه تانيه للسرعه. فرق بسيط كده ناخده مع بعض، هي عباره عن ايه؟ قال لي سرعه متوسطه، وعايز اركز في الحته دي برضو بشكل كده يكون تركز معايا فيه، لان حته برضو من الاجزاء برضو المهمه. وهي السرعه المتوسطه واللحظيه، عرفنا اللحظيه بتحصل في لحظه معينه، لكن عندي بقى حاجه اسمها ايه؟ السرعه المتوسطه، في داش او في افريج، السرعه المتوسطه. ايه بقى السرعه المتوسطه دي؟ قال لي السرعه المتوسطه زيها زي اي سرعه، قد تكون قياسيه اللي هي بنسميها عدديه، وقد تكون متجهه. نفس الكلام، يعني عايز اجيب القياسيه. قال لي هتساوي الازاحه معلش دي هتساوي المسافه الكليه، دي القياسيه او العدديه، هي عبارة عن المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب والمتجهة؟ المتجهة دي عبارة عن الإزاحة الكلية هيقسمها على مين؟
على الزمن الكلي. طب في عندي قانون تاني بس عايزك تعرف امتى اطبق القانون التاني، قانون غير دول، قانون مختلف عنهم. قال السرعة المتوسطة تساوي في اف زائد في اي على 2. ايه يا استاذ في اف دي؟ احنا ما خدناش قبل كده. في اف دي السرعة النهائية ودي السرعة الابتدائية. ركز معايا امتى اطبق القانون ده وامتى اطبق القوانين دي. السرعة النهائية والسرعة الابتدائية، الجسم بدأ بسرعة معينة، بدأ الجسم بسرعة معينة على سبيل المثال سرعة 5 متر لكل ثانية، وصلت سرعة الجسم ل10. أجيب السرعة المتوسطة ازاي؟ قال لي اجمع سرعته الابتدائية والنهائية واقسمها على الاثنين، يعني 5 زائد 10 على الاثنين 15 على الاثنين 7.5. امتى طبق القانون ده؟ قال لي لو الجسم بيتحرك بانتظام، يعني لازم يتحرك بعجلة، ما ينفعش تطبق القانون ده والسرعة اللي عندي غير منتظمة والجسم مش منتظم فيها، مش بيتحرك بعجلة. بمعنى ايه؟ يعني الجسم بدأ بسرعة 0، زادت ل5، رجعت ل3، نزلت ل3، وبعدين طلعت تاني ل4، وبعدين طلعت ل5. المهم ان السرعة الابتدائية في الأول كانت بصفر وفي الآخر كانت ب5، بس مرت بمراحل كتير ما بينهم. في الحالة دي خلي بالك، في الحالة دي أنا ما أقدرش أقول 0 زائد 5، لأن حركة الجسم هنا مش منتظمة، أو نقول بمعنى أصح مش حركة الجسم منتظمة، هنقول إن الجسم مش بيتحرك بعجلة واحدة. الجسم السرعة بتاعته بتزيد فترة وتقل فترة، فأنا أطبق القانون ده إمتى؟ قال لي لو الجسم بيتحرك بعجلة واحدة. يعني القيمة اللي هنا دي خلي بالك هي قيمة متجهة مش قياسية، يعني دي تطلع زي إيه؟ زي القيمة المتجهة اللي إحنا هنحسبها، لكن مش قيمة قياسية، لأنها تعبر عن سرعة مقسومة على مين؟ على رقم اللي هو 2. يبقى إحنا خلي بالك السرعة المتوسطة ممكن تبقى قياسية، ممكن تكون متجهة. قياسية مسافة كلية على زمن كلي، المتجهة إزاحة الكلية مقسومة على الزمن الإيه؟ على الزمن الكلي، وعندي سرعة متوسطة تانية في اف زائد في اي مقسومة على مين؟ على 2. لو خدت مثال على السرعة كده عشان نختم بيه الجزء ده، على السرعة المتوسطة نشوف ازاي اقدر احسب السرعة المتوسطة بطريقتين مختلفتين، وامتى اطبق القانون وامتى ما اطبقش القانون اللي كاتبه على السبورة. لو قال لي مثلا الجسم يتحرك بسرعة 20، الجسم بدأ بسرعة ابتدائية مقدارها 20 متر لكل ثانية وتغيرت سرعته ل50، يعني السرعة كانت ب20 وصلت سرعته، يبقى الـ VF وصلت ل50 متر لكل ثانية، سرعة ابتدائية والسرعة النهائية. خلال فترة زمنية 4 ثواني، يعني الزمن اللي عندي أو التغير في الزمن هو كام؟ 4 ثواني. في تلك الفترة قطع مسافة قدرها 140، يعني الـ D تساوي 140 متر. عايز احسب السرعة المتوسطة للجسم بطريقتين، عايز احسب السرعة المتوسطة للجسم بطريقتين. خلي بالك بقى معايا، السرعة المتوسطة يا استاذ القانون السهل، الازاحة الكلية على الزمان الكلي، بسيط جدا، نروح قاسمين 140 على الاربعة، هيطلع بخمسة، هيطلع بخمسة وتلاتين، يطلع بخمسة وتلاتين متر لكل ثانية. طب ما يا استاذ عايز اجيب بقى القانون الثاني، يبقى السرعه المتوسطه هتساوي في اف زائد في اي، هقسمها على كام؟ على الاثنين. الفي اف عندي ب50، الفي اي تساوي 20، مقسمها على الاثنين، يطلع في الاخر بكام؟ ب 35 متر لكل ثانيه. يبقى انا قدرت اجيب بقى مين؟ قدرت اجيب السرعه المتوسطه بطريقتين مختلفتين. طبعا حصل تغير من اللي فهمته من السؤال، تغير منتظم في السرعه، تغيرت لكذا، يبقى حصل ده الكلام ده بانتظام، وبالتالي قدرت اطبق القانون اللي هو الايه؟ القانون الثاني. كده درس السرعه اللي هو الدرس الاول في الفصل الاول في الباب الثاني انتهى. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين وملمين بتفاصيله زي ما اتفقنا. السرعه بشكل عام من الحاجات التي تعبر عن الحركه، فاحنا محتاجين نكون فاهمين السرعه، فاهمين تفاصيلها. ان شاء الله باذن الله في الدرس القادم او في الحصه القادمه ان شاء الله باذن الله هناخد بقى العجله، وهو درس اكثر اهميه من السرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.